الخلع الخياط مهندس معماري من السويس اصلا مقيم بالقاهره. بعد سنه 55 تخرجت بكليه الهندسه جامعه عين شمس. وكلفت بعمل صيانه في القصر، فكنت بلتقي بسياده القائد وكان بيعمل لي يقول لي انت زي ابني. انا بس منتظر جايين، وكان بيعمل لي زي ابنه وقال لي تعالى شوف اتفرج. فلقيت ابنه ما كانش موجود معايا، قال لي انت زي ابن علي. فلقيته راسم على الباب على المجموعه بتاعت الكهرباء. ابنه كان فاهم اللي ابوه بيعانيه وبيقول له اصبر، فكاتب الصبر بالالوان. فبيقول لي شوف ابني كاتب ايه، عاوز يفهمني ان احنا صابرين. وكاتب جمجمه وعظمتين على الفيشه بتاعت الكهرباء. وبعدين الفيلا كانت مسروق منها كل اللي فيها، النجف كان مسترق، العفش استرق. هو قال لي الفرقه الحرس سرقوا كل حاجه، فرقه الحرس مع احترامي يعني للجيش القوي المصري. فبيقول فرقه سرقت كل العفش، الاوكر بتاعت المباني المذهبه، الحمامات، النجف، العفش. فكان قاعد يدوب ما عندوش عفش، كان قاعد يدوب ترابيزه خشب ابيض يحط عليها الكتب اللي بيقراها. وكان هو الله يرحمه ويحب يقرا كتير، ده اللي فهمته بنفسي. فكان عليها القران الكريم وفقه السنه والغزالي، كان مليانه كتب دينيه على الترابيزه. انا بشهد شهاده لله سبحانه وتعالى. واما السرير فكان خشب ابيض يعني غلبان، ويتوب وقعد لوحده. قال لي كل البيت كله اتسرق، لدرجه ان انا شفت ملابسه معلقها على مسامير على الحيطه، مش غير ما فيش دواليب. واحد يعلق المسامير، يعلق هدومه على المسامير على الحيطه، افتكر ده يعني اخر العهود يعني. فانا كنت بروح بقى باخد معايا احد المقاولين اسمه بربري الله يرحمه. فكنا بنروح نعمل صيانه بقى للقصر، حتى المواسير في الجنينه تلفت. لكن في ملاحظه انا لاحظتها ملاحظتين، وانا داخل في المنطقه كلها كانت ارض بور اصلا، لقيت كتايب الجيش كانت موجوده، خشت ان الانجليز يخطفوه، ينزلوا بارشوت ويخطفوه ويعينوه رئيس جمهوريه. الحاجه الثانيه اللي انا لاحظتها لما لقيت داخل القصر فالفيلا الكبيره دي وبقيت حواليها سور، لقيت تمثال سعد زغلول باشا. فاستغربت، فعرفت فهمت ان الله يرحمه زين هارب الوكيل الله يرحمه صاحبه القصر الكريمه عملت تمثال وفاء لسلفها النحاس باشا. شوف بقى الوفاء ازاي، يعني سلفها النحاس باشا عمل له تمثال سعد باشا زغلول في القصر. فانا شفت الوفاء بنفسي وشاهدت كل حاجه نفسي. وبعدين كان ساعتها في كان بيقدم لي اللي موجود عنده، فكان في صينيه فيها كحك وبتفور وحاجات كده صغيره. قلت له خدت حاجه صغيره؟ قال لا ما تتكسفش مني، انا والدك، خد الكحكه دي وروح مديني كحكه كبيره كده وعلمني جرأه. فشفت انا في ميدان العابدين في احد الاحتفالات لما كان سنويه بتاعت الثوره، كان هيئه التحرير عامله، التحرير كانت عامله منصه كبيره تواجه المنصه اللي هي بتاع قصر عابدين. فكان بيخطب وصورته، وكان معاه مجموعه شيخ الباقوري البغدادي كمال حسين، كان لسه هيئه التحرير لسه جديده. وشفناه طبعا كتير في المناسبات الوطنيه والاعياد الجيش وكذا الله يرحمه، الف رحمه عليه.